الحب كله نعيم ولا ايه يا عم احمد يا جمعه؟ الحب كله ايه؟ نعيم. لا فيه عزول بيلوم ولا فيه حبيب محروم. ويوم ما تسعدني بقربك ياهو الاقي كل الناس احباب ويفيض علي نور حبك. يا سيدنا النبي اقول ما فيش في الحب عذاب، مع الحب ومع حديث الحب ومع الحبيب والمحبوب، مع فضيلة الشيخ احمد جمعة فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، امتن فخلق وتكرم فعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلمته التأويلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيلا. والله ثم والله ما شهدت عين مثل ما شهدت عيناه، ولا سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه. يكفيه من الفخر أن من صلى عليه صلى عليه الله. إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين، ذاك الذي كملت في الناس سؤدده فصار يصلح للدنيا وللدين. إذا أردتم أن تكرموا وتنعموا وترحموا فلنهج أحمد فالزموا، وإذا سمعتم ذكره صلوا عليه وسلموا صلاة وسلاما يليقان بمقام سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد. أما بعد، كل عام وأنتم بخير، أنتم منورين الدنيا بحال، والليلة بتاعتكم ليلة نور، لأننا في فرح النور. في فرح مين؟ فرح النور. خلي بالك بقى، الفرح برسول الله لا يضيع عند الله أبدا، بل ويكافئك عليه الله. الأعمال، أنا رجل بصلي وبصوم وبزكي وبحج، يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منصور. أما الفرح بسيدنا النبي لا يضيع أبدا، بل ويكافئك الله عليه حتى لو من كاف. عارف لو من واحد على غير الملة وفرح بالنبي ربنا هيكافئ. طب ايه دليلك يا اخوي؟ انت عمال تقول كلام، ايه الدليل؟ ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لما رأى ابو جهل في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ قال له في النار مخلد، الا انه، اسمع لرأس الكفر، الا انه كل يوم اثنين يخفف عني العذاب. قال له ليه؟ قال له لفرحي بميلاد احمد. يبقى الفرح بحضرة النبي ايه؟ والله لا يضيع عند الله ويكافئك الله عليه. هتصلي على رسول الله. ولذلك الشيخ كان بيقرا في الحجرات سورة الأدب، الحق تبارك وتعالى أدب قوما فقال في حقهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي،
ومدح قوما فقال في حقهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله إيه؟ قلوبهم للتقوى. ده ناس في العالم. وذم قوما فقال في حقهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم إيه؟ واللي ما بيعقلش ده بقى إيه؟ اللي ما عندوش عقل مين؟ صلي على رسول. ولذلك السؤال، ماذا يعني عندك الاسم الشريف محمد؟ هو ده السؤال بقى. أما تسمع اسم محمد ماذا يعني عندك؟ يعني عندنا أن الجمال الإنساني كله عنوانه محمد. الجمال الإنساني كله محمد. ولذلك بعد ما تصلي على رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول لك مع الجماعة بتوعنا حبايبنا، يقول لك يا أخي النبي باشر باشر، وبعدين ومش وده بيقول بقى أكتر من كده. طيب اسمع وصلي على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم من حيث البشرية فهو بشر، ولولا أن النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر ما كان سيد البشر. دي واحد، ما هو ربنا قال لو في ملائكة على الأرض أبعت لكم ملك. صلي على الحبيب. ولكن عقيدة المؤمن أن بشرية النبي غير بشريتي وبشرياتي. تقولش زيه وزيك بقى. اه النبي بس له بشريته وله نورانيته، فبشرية النبي غير بشريتي وبشريتي. ولذلك كان للنبي أقوال، وكان للنبي أفعال، وكان للنبي أحوال. ما من أقواله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم اليوم اللي انت فيه ده، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أفعاله صلى الله عليه وآله كان يقف بين يدي مولاه حتى تتورم قدماه الشريفتين وتقول له السيدة عائشة هون عليك يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم وما إيه الحكاية يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا. خلي بال. ومن أحواله ما لا يحصى ولا يعاد. يدخل النبي على السيدة عائشة وهي تقيت الثوب وتقع الإبرة من يده ولا تستطيع أن تراه، فأضاءت الحجرة من نور الناب، يا نور الناب، فالتقطت الإبرة. فالسيدة عائشة انبهرت، فنظر إليها النبي وقال يا عائشة والله لا يرى وجهي بخيل. قالت له وما البخيل يا رسول الله؟ الذي ايه اذا ذكرت عنده ولم ايه يعني سيدنا النبي. شوف يا اخي كرم النبي، شوف حبيبنا النبي، احنا فاهمين البخل تاني بقى، فاهمين البخل في القروش يعني. لا، سيدنا النبي نفى عنك البخل. اما تصلي عليه، لما تصلي على النبي بقيت ترين، ونفى البخل عنه. بل وأن الصلاة على النبي بر لوالديه. عايز تبر أبوك صلي على النبي. طب إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل عند قبري ملك. ده ربنا عمل للصلاة على النبي سكرتير خاص. إذا صلى علي العبد وسلم قال ذلك الملك يا رسول الله إن فلان ابن، إن فلان ابن إيه؟ قال هي شوية إن أبوك يذكر قدام النبي؟ هو أنت فاهم شوية إن اسم أبويا يذكر قدام سيدنا النبي؟ يبقى ده بر ولا مش بر؟ بر بالوالدين. طب اسمع وصلي على النبي. تدخل على النبي السيدة عائشة وهو جالس في حجرته، السلام عليك يا رسول الله. قال لها ومن رسول الله؟ أنا عائشة
قال لها ومن عائشة بنت أبي بكر ومن أبا بكر؟ فالسيدة عائشة اغتمت وخرجت حزينة. النبي جراله إيه؟ بعد فترة دخل، السلام عليك يا رسول الله. قال لها وعليكم السلام يا عائشة. أنا جيت من شوية قلت لي ده. قال لها يا عائشة لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ده سيدنا النبي. طب كان سيدنا النبي بيصوم صيام اسمه صيام الوصال. النبي صايم، جه المغرب مفيش فطار يا عم الحاج، يوصل اتنين لخمس ايام. فالصحابه حبت تقلد النبي، ما هم كانوا حاطين النبي تحت المنظار، حبوا يقلدوا النبي. فكان عندما يخشى النبي على الصحابه كان يبرز عن مكانته، فقال لهم اني لست كهيئتكم، وفي روايه ولا بشريتي كبشريتكم، انني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. انتوا فاهمين ان النبي فقير زي ما بيقولوا؟ ده بيضحكوا علينا. انت فاهم النبي ما يعرفش يقرا ويكتب زي ما كانوا بيقولوا لنا؟ ده بيضحكوا علينا. اللي كان يمسك ورقه مكتوبه الكتابه تنطقم. الذي اوتي جوامع الكلم ما بيعرفش يقرا. هو يقول لك اصل قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ. اقرا ايه؟ هو سيدنا جبريل جايب له صحيفه بيقول له اقرا دي. انا بقول لك كل اهو، بقول لك كل. هتاكل ايه قدامك؟ هتاكل مش زي ما احنا فاهمين يا جماعه. ولذلك في هناك من المفاهيم الكثيره التي يجب ان تصح منها. والله واحد من الناس الطيبين قاعد معاه ديك النهار، فبنتكلم يعني على حكايه المولى. بيقول بقول له يعني الناس بتيجي في المولد ده والجماعه اللي هم يا ولدها ربنا يهدينا ويهديهم، يقوموا ايه تدور ثورتهم قوي ويبقوا يعني ايه ده؟ قال لي اسكت انت فاهم حاجه. قلت له ايه؟ قال لي الجميع يحتفل بميلاد رسول الله، المحب فرح وسرور، والمنكر بدعه وانكار، وكله تحت قهر اسمه ورفعنا لك ذكره. اصلها اسمين من الازل، اصلها من الازل ايه؟ اسمين اثنين. مش في ناس صدقت النبي وناس كذبت النبي؟ الدين بتاعنا محقق ليوم القيامه، كل كلمه في القران موجوده على الارض، بس احنا مش فاهمين. طب هقول كلمة واحدة ايه؟ وذللناها لكم. وذللناها ايه؟ نسأل ربنا أن يديم علينا هذه الآية، وذللناها لكم. ويزبل ستره على مصر، وذللناها لكم. لأن لو ربنا رفعها المية اللي بتحييك هتموتك. وحصل أهو، الهواء اللي عايزين نتنفسه هيموتك، هيدمر العالم. لولا تذليل الله والله ما انتفعنا بحاجه. والله لولا تذليل الله للاشياء وذللناها لكم. شوف بس اما الميه اتمردت في ليبيا حصل ايه؟ ربنا يجعلهم من الشهداء يا رب ويقيمها عليهم. وذللناها لكم. ولذلك ربنا امرنا في القران بذكر النبي، ان احنا نذكر النبي. فين حته واذكروا نعمة الله عليكم؟ نعمة الله مين؟ والله أكبر نعمة في الوجود هو حضرة النبي، أنعمها الله على الأمة. وهو قال كده، قال إنما أنا رحمة مهداة. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ ويوم ربنا حتى يفسرها لنا يقول لنا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف. مين اللي ألف بين قلوبنا؟ مين اللي حبق الأنصار والمهاجرين إخوان؟ فألف بين قلوبه، ولا مش كده؟ وكنتم على شفا حفرة من النار. مين اللي أنقذك يا أخوي؟ ها؟ مين اللي أنقذك يا أخوي؟ صلى الله عليه وسلم. مش كده ولا إيه؟ ولذلك برضه هقول فأما بنعمة ربك فحدث. ولذلك أشار النبي إلى ذلك،
بس جابها النبي، اصل النبي متواضع قوي، النبي جميل قوي، اصل الفضائل كلها عنه، جميع الفضائل ينبوع يا ابني، ينبوع الفضائل، ده الصفه بتستمد من النبي، الصفه بتستمد من النبي نفسه، الصبر يستمد من النبي، خلي بالك، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. انا كنت هقول ايه؟ النعمه صلى الله. فاما بنعمته سيدنا النبي اشار لها بقى، بس احنا اللي فهمنا على قدنا، قال ما من مجلس ولن يصلى علي فيه الا اتى حسره على اصحابه يوم القيامه. يبقى راعي الحكايه دي قوي، اما تقعد مع واحد ما هو مجلس قول له صلي على النبي، لحسن دي هي دي الحصره، والله دي الحصره. ولذلك بقى عشان اختم عشان مولانا وذكر، فان ايه ولا التذكير، الذكرى مولد النبي ذكرى، الاسراء والمعراج ذكرى، الهجره ذكرى، هي اللي تنفع. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس. مش انتوا اطمئنوا على الرزق، ما اريد منهم من رزق. يبقى ربنا عايزك تعيش اجواء الذكرى، عايزك تفرح بالنبي وتعيش اجواء الايه؟ ما هو ذكر فان الذكرى مش التذكير، وذكر فان الذكرى تنفع الايه؟ المؤمنين. وبعدين يقول لنا فذكر بقى ان نفعت سيذكروا، فالذكرى تصيب صاحب الخشية من الله. وبعدين كل ما واحد يرفع راسه يقول لك الله انتوا بتعملوا ايه؟ بنحتفل بالنبي. يا عم ما حصلش ايام النبي. الله والله ده الوقت كان موجود ايام النبي وما حصلش، الصحابة ما عملش كده، الصلاة على النبي ما حصلتش ايام النبي. هو احنا هنعمل ايه دلوقتي مولانا؟ هنعمل ايه؟ جبنا يعني ما حصلش ديات ايام النبي؟ هيمدح النبي. سيدنا حسان ما مدحش النبي في وجه النبي وقال له قل وروح القدس؟ ده سيدنا حسان مدح النبي في مسجد النبي بعد ما النبي انتهى. فسيدنا عمر قال له ايه ده؟ اقف بتعمل ايه؟ قال له لقد فعلت ذلك امام من هو افضل منك. قال اضربوا لحسان خيمة في المسجد. ده اعملوا له خيمة في الجهام. انت النهارده لو كنت تصلي على النبي يا مكرم او قفل صلوا على النبي، شوف اللي جار بدعة طلاق يا شورى. فاحنا بنعمل ايه اصلا عشان تقول لي ايام النبي ولا مش ايام النبي؟ احنا بنصلي على النبي، احنا بنذكر ربنا، احنا بنمدح سيدنا النبي. هو ده كله ما حصلش ايام النبي؟ خلي ما تبقاش كلام يا عم الشيخ ولا ايه؟ ولا ده مش كلام؟ صلى الله عليه وسلم. ولذلك عايزك بقى اما تصلي، وانت بتصلي بقى الفرض بتاع ربنا وبتيجي تقول السلام عليك ايها النبي، خلي حاضر لحاضر مش حاضر لغايب، لان ربنا قال واعلموا ان ايه يعني فيك رسول الله. يبقى اما تيجي تسلم تعرف ان فيك النبي، تسلم عليه صلي عليه. يبقى تسلم حاضر لحاضر مش حاضر لغايب. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، نختم بقى، جاءوك، الكف عهدية في حياتك وبعد انتقال. هو النبي مات؟ النبي مات؟ تبقى أمة من غير نبي؟ لو النبي مات نبقى أمة من غير نبي يا حبيبي. ولذلك كانت الآية دي هتروح فين؟ ولذلك القبر الوحيد المعروف على ظهر الأرض للكافر قبل المؤمن هو روض رسول الله. قل لي أي نبي هات لي قبره فين؟ ظنية، ما حدش. إنما النبي أصله خاتم الأنبياء، أصل هو اليوم الإيه؟ نعم. ولذلك حته جميله برضو عرفها لكم، يوم القيامه بقى، يوم القيامه وحديث الشفاعه انتوا عارفينه كلكم، مش هنتكلم فيه، مش هتكلم فيه، هتكلم في حته واحده.
في حتة إيه؟ إن إحنا هنلف وندور ونروح على سيدنا آدم يردنا، سيدنا نوح وسيدنا لوح لسيدنا إبراهيم، وهنشوف الذل، وهنشوف الإيه؟ لحد ما نوصل للنبي. فراجل طيب بيسأل عم الشيخ، وعمال يقول في الحديث والشمس تضن من الرؤوس واللي جرى ما جراش. بيقول له عم الشيخ، قال له ليه؟ قال له لماذا لا نذهب إلى رسول الله مباشرة؟ قال له لذلك يا بني لجهل الناس بقدر رسول الله. ما انت لو عارف قيمة النبي هتروح عليه على طول، مش هتلف. ولذلك روي الحديث سيدنا انس بعد ما النبي خلص الحديث قال له يا رسول الله، قال له اسالك ان تشفع لي عند رب، قال له انا فاعل ان شاء الله، قال له لا، وانت هتسيبنا الف معاهم؟ سيبنا ادوخ ولا واشحت؟ اين القاك يا رسول الله؟ الاقيك فين؟ قال له عند الحوض، قال له فان لم اجده، قال له عند الميزان، قال له وان لم اجده، قال له عند الصراط، فلن اخطئ هذه الثلاث اماكن. سلام على بدر اتم فسلما، واخفى شعاع الشمس حين تبسما، ولما مشى في ظلام الليل فانجلى، واضاء به الكون بعد ان كان مظلما. فقلت لها يا نوح ماذا صفاته؟ قالت يفوق البدر في أفق السماء. قلت لها يا نوح أين دياره؟ قالت أرض البقيع وزمزم. قلت لها أشفى السقيم من الظما؟ قالت نعم وبرئ العليل من العمى. أقلت لها أباض الحمام بغاره؟ قالت نعم والعنكبوت مخيما. هات المطايا يا أخي إن كنت ناويا، وشرق بنا نحو الحبيب وزمزما. هات للسفر زادا وقوتا وهمة، فلربما حكم القضاء فسلما. يا رب زدنا في النبي محبة، لو زافها القسيس طوعا أسلما. قلت لها ما الاسم؟ قالت محمدا، شفيع لمن صلى عليه وسلم. اللهم فرح قلوبنا بميلاد رسول الله، ونور ليلتنا برسول الله. اللهم فرح قلوبنا بميلاد رسول الله. اللهم اكرم الحج مصطفى بميلاد رسول الله، واللهم اصلح حاله يا رب العالمين، واجعلها في ميزان حسناته يا رب، وبيض وجهه يا رب. اللهم فرحنا بميلاد الحبيب، اللهم اجعله بداية كل خير ونهاية كل شر. ارفع عن الأمة يا رب ما اقتكى وغضب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، اسبل علينا سترك يا ستير. اللهم لا تحرمنا من وذللناها لهم يا رب، ما ترفعها عن مصر أبدا. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ادخلوا مصر إن شاء الله. الاثنين اخوات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. مش بقول له الحب كله نعيم؟ ما هو من حب الى حب، ومن ذكر الى ذكر، يداعب الروح في الاحلام احباب غابوا عن العين لكن قط ما غابوا. يشتاق قلبي إلى لقياهم دوما، والشوق دوما إلى الأحباب غلاب. سلام 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 لمن في القلب سكناه، على حبيب لم أتب أبدا في هواه. سلام 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 لمن غاب عن عيني، وظل رغم الغياب حاضرا لأراه. مع عريس هذه الليلة، تلك الليلة المحمدية التي نبتدئ فيها احتفالنا، بل نحيا بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.